8 بتوقيت الجزائر، تحية لكم والسلام عليكم. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد أهمية التقييم والتقويم والاستشراف لتحديد المسؤوليات وتدارك النقائص التنموية، مشددا على ضرورة إعادة تنظيم التنمية في بعض ولايات الوطن تحقيقا للتوازن التنموي الإقليمي، لدى إشراف على اللقاء الثالث الحكومة الولايات. رئيس الجمهورية يؤكد الارتفاع المتواصل لقيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات، وأن الجزائر قوة ضاربة معترف بها في تحقيق السلم والتوازنات الإقليمية، كاشفاً عن الشروع في تسديد منحة البطالة في ميزانية 2022. ممثلاً لرئيس الجمهورية، العمامرة يشارك في الحوار رفيع المستوى حول الطاقة بنيويورك، ويؤكد جهود الجزائر الدولية والجهوية من أجل توفير الطاقة للدول النامية. وفي اجتماع وزاري حول ليبيا، تجديد لتضامن الجزائر الثابت مع الشقيقة الجارة. توجه جديد في التسيير المحلي بولاية تجرت يثمر استثمارات مدرة للثروة، والمناطق النائية والمعزولة بغليزان تستفيد من منشآت صحية جوارية هامة. تفاصيل الأخبار، أهلا بكم من جديد. في واجهة الأحداث، أشرف اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف على اللقاء الثالث للحكومة الولات. ولدى وصوله إلى قصر الأمم، كان في استقبال السيد الرئيس كل من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود. رئيس الجمهورية صافح كبار المسؤولين في الدولة، رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. السيد رئيس الجمهورية، لقاء الحكومة الولات محطة لتقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات المسداة في اللقاءات السابقة، وتشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي المحلي وعوائق التنمية التي تعرقل مبادرات السلطات العمومية، ومن ثم وضع أهداف استراتيجية وعملية للاستجابة بنجاعة وإنصاف إلى احتياجات المواطن، وضمان تسيير فعال ومتفاعل من خلال اليقظة والاستباقية. وفي مستهل اللقاء الذي حضره إلى جانب أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية إطارات سامية ومختصون، أكد رئيس الجمهورية على أهمية اللقاء الذي يندرج في سياق التقييم والتقويم والاستشراف لتحديد المسؤوليات وتدارك النقائص في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي. السيد الرئيس أبرز أن تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد مقترن بالالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، معلنا عن دعم هذا المسعى بنظام قانوني خاص. بالنسبة لحماية الإطارات، كنا سبقنا فيه منشور رئاسي أبلغ إلى كل من يهمهم الأمر، سواء من مصالح أمنية وإلى حتى السيد وزير العدل حافظ الأختام، على أساس أن الرسائل المجهولة لا تؤخذ بعين الاعتبار. الرسائل المجهولة لا تكون أساس لبداية تحقيق ما مهما كان. كذلك للتحريات
التحريات أنا صدرنا أوامر على أساس في حالة ما تكون فيه مشاكل محلية تحريات ما تكونش من مصالح الأمن المحلية، أولا تكون ممركزة على مستوى العاصمة، ثانيا تكون برخصة أو ترخيص من الوصاية باش ما نطيحش كذلك في المبالغة في الاتهامات وفي باش تكون متابعة، لازم تكون فيه يعني شبهات الإنسان اللي مضى، والمهمة نتاعو هي الإمضاء هي الترخيص، هذيك هي المهمة نتاعو، يرخص ويمضي لمقاول ما ولمستثمر ما ما استفاد منها، ما استفاد منها العائلة نتاعو، ما استفاد منها المقربين نتاعو، إذن وراه العيب. حتى إذا كان ما طبقش القانون بحذافيره تعتبر ضعف في التسيير، تعتبر غلطة ما دام ما فيهاش مقابل. إذن هذا الخوف هذا الزايد هذا ما حتى ولا يثير الشكوك، الناس علاش تخاف؟ أعتقد أن ابتداء من هذا الاجتماع إن شاء الله تعاودوا تكونوا أنتوما القاطرة لإعادة انطلاق الاستثمار، تساعدوا المستثمرين. إذا كان المستثمر ما يستقبلوش الوالي، شكون يستقبله؟ يعني أعلى هرم اللي يمثل وزير الصناعة ويمثل وزير المالية ويمثل، إذا ما استقبلوش يعني يفشلوا ويخليه يطيح بين إيدين الوسطاء، واحد يوعدوا بكذا واحد يوعدوا بكذا، وما أكثرهم وما أكثرهم يتكلموا باسم الولات، يتكلموا باسم الوزراء، يتكلموا حتى باسم الرئيس في بعض الأحيان. إذا نستقبل، ما في حتى ما نخصص نهار لاستقبال المستثمرين، لأن احنا في حاجة، هو محتاج الحماية تاع الدولة والدولة محتاجته لخلق الثروة وخلق مناصب شغل. رئيس الجمهورية أكد أنه ولأول مرة منذ 20 سنة فاقت قيمة الصادرات خارج المحروقات فقط 1,800,000,000 دولار، على أن تبلغ نهاية السنة الجارية أزيد من 4,500,000,000 دولار، مضيفا أن الجزائر قوة معترف بها عالميا بدورها المحوري والبارز في تحقيق السلم والتوازنات الإقليمية. لأول مرة منذ ما يفوق 20 سنة تجاوزنا مرحلة تصدير متاع 1,800,000,000 1,900,000,000 دولار خارج المحروقات. في الوقت اللي نتكلم معاكم رانا في 3,100,000,000، وإن شاء الله نتم السنة، إن شاء الله ننتهي السنة ب4 ملاير أو 4.5 ملاير كتصدير وطني خارج المحروقات. أول ما قلت منذ سنة أننا لازم نوصل إلى بالأقل 5 ملاير، يعني كانت فيه تهكمات وكان فيه كذا وكان فيه كذا، الناس ما تأمنش بالقدرات تاع بلادها، يأمنوا بالقدرات تاع الغير، هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، نهار معليش الانتقاد بليه، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولك ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جاب التوازنات في المنطقة. دولة اللي تخرج 250,000 جامعي سنويا، قال لي انا ما نشكك في الشباب تاعها، ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها. سي بروبليم دو دينيتي ناسيونال، دينيتي ناسيونال. واذكر الجزائر وسغا ان ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا، هانا كبرناها. لم يعترف بلاده واش بقاله؟
رئيس الجمهورية كشف بالمناسبة عن إنتاج أول لقاح جزائري ضد وباء كورونا بشركة جزائرية صينية في 29 سبتمبر الجاري. نطلب من السادة الولات بالأخص في كل ولاية باش يكونوا السند ويشجعوا التلقيح، هذه الحملة التلقيح، لأن الحل هو في التلقيح. لما نوصل إلى تلقيح أكثر من ثلثي المواطنات والمواطنين، إن شاء الله نكون دخلنا في بر الأمان بالنسبة للجائحة هذه. التلقيح موجود، و اليوم رانا لو 25 لو 29 يوم 29 سبتمبر، يعني بعد 4 أيام إن شاء الله ننتج أول لقاح جزائري لكورونا. أول لقاح جزائري في قسنطينة مع صنع صيدل مع أصدقائنا الصينيين، يخرج أول لقاح جزائري هالجزائر. إذن فيه تقدم، فيه ناس اللي يقاسمونا هذا الطموح تاع البلاد باش نكونوا حقيقة قاطرة وما نبقاش مقطورة تعيين كان فاتر لوكوموتيف با لو فاغون دو نامبورت كي. السيد الرئيس أكد الشروع في تسديد منحة البطالة في ميزانية 2022 بعد الانتهاء من عملية الجرد والإحصاء. قررنا في الميزانية نتاع 2022 ابتداء من هذه شهرين ولا ننطلق في علاوة البطالة لالوكاسيون شوماج، نكونوا أول بلد بحجم الجزائر اللي يوصل لهذا القرار اللي هو قرار شجاع ولكن قرار يدل على التكفل بالشباب نتاعنا. شاب باش نصون كرامة الشباب نتاعنا، ريتما يجد شغل عنده علاوة تساوي شبه مرتب عنده، مازال الحجم تاعها تكون حسب الإمكانيات المتاحة في منطقة من المناطق، شمال، هضاب، جنوب، أقصى الجنوب، تكون في علاوة تضمن الكرامة نتاعو، الحاجيات البسيطة نتاعو قادر يسددها وحده من الدولة تساعده، نهار اللي يوجد عمل تتنحى عليه العلاوة هذيك إن شاء الله، ورانا تكون متجسدة 100% إن شاء الله هاد الشهرين ولا ثلاثة اللي باقيين، تكون ندخلوا في الإحصاء وندخلوا في باش التسديد يبدا مع الميزانية تاع 22 إن شاء الله. رئيس الجمهورية أكد ضرورة إعادة تنظيم التنمية في بعض ولايات الوطن من خلال تخصيص برنامج استدراكي خاص لتحقيق التوازن التنموي الإقليمي. شوف فيه بعض الولايات اللي تعاني أكثر من ولايات أخرى، والسيد الوزير الأول كان اقترح برنامج بالنسبة لسنة 2022 باش نفوتوا برنامج تاع إعادة تنظيم التنمية في بعض الولايات. لما نشوف أنا اليوم أعتقد أن ما ننتظرش السنة المقبلة، ولكن مبدئيا ابتداء من هذا نشوف الوسائل الموجودة بين يدي الدولة، ولاية كما خنشلة لازمها برنامج تاع استدراك، ولاية خنشلة أنا شفتها مرارا التزمت، معزولة محتاجة مرافق محتاجة كذا محتاجة، تشوف بابار تشوف قيس فايز بولفريز تشوف بوحمامة تشوف يابوس تشوف هذه، يعني ما هيش مناطق اللي ما لازمها إعادة النظر وإعادة الهيكلة وفورا. باقي لها 12 ولا 13 كيلومتر سكة حديدية حتى تخرج من العزلة تاعها، وازدواجية الطريق
بين خنشله وباتنا وبين حتى تلتحق بالطريق السيار، يعني تتوفر فيها كل المقاييس نتاع العزله ونتاع ماذا بينا. في اقرب وقت لما البرنامج تاع خنشله ينضج تتنقل الحكومه في عين المكان وتاخذ القرارات في عين المكان، تكون اول اجتماع تاع الحكومه خارج العاصمه. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر ماضية بالوتيرة المسطرة نحو الأهداف المختارة، مبرزا أن سلطة الدولة هي سلطة الشعب والأمة. بلادنا إن شاء الله ماشية بالوتيرة اللي اختارتها نحو الأهداف اللي اختاريناها، استرجاع الهيبة تاع الدولة مش بصفة سلطوية، سني با دلوتوريتاريزم. سلطة الدولة هي سلطة الشعب، هي سلطة أمة، باش تصبح الدولة محترمة والناس تطبق القانون. هنا الدولة القوية هي الوحيدة اللي قادرة تأسس الديمقراطية، دولة ضعيفة تجيب الفوضى، والفوضى كنا عشنا فيها لأن ما كانت فيه دولة. كل واحد يدير واش بغا، كل واحد يحكم فيما بغا، كل واحد يخرج الناس كيما بغا، كل واحد هذيك الضعف يؤدي الى الفوضى. دولة قوية وتكون دولة قانون وعدالة وعدل، هذيك هو الأساس تاع الديمقراطية. أن إيطا فاب نو بو موني كو فير لانارشي، سول أن إيطا فور جوست de droit qui peut asseoir la démocratie. باش اللي حاسب روحه كتاف واعراض قال حبس راك غلط، والضعيف قال تفضل هذا الدور تاعك، قال ما تفضل. هذه هي الدوله اللي رانا طامحين فيها، مثل ما قال خليفه من الخلفاء الراشدين: القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق. هذه الدولة. هذا وتتابعون كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال إشرافه على افتتاح اللقاء الثالث حكومة ولات تحت شعار إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، وعدالة اجتماعية كاملة عقب النشرة. نبقى بقصر الأمم. الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أكد ضرورة التركيز في الورشات على الأساسيات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية. بالنسبة للإخوة الولات أن يعملوا على تطهير محفظة الاستثمارات العمومية التي كما قلت تجاوزها الزمن في كثير من الولايات، وهي تثقل كاهل الميزانية العمومية، ووجب الوقت وحان الوقت لتطهير هذه المحفظة والتوجه إلى الحفاظ على المشاريع المهيكلة والمشاريع ذات الإدماج الإقليمي، ذات الإدماج ما بين الولايات. وجب العمل والتركيز على إعطاء أقصى درجة أولوية بالنسبة لهذه المشاريع المدمجة، وهذا طبعا حتى نسمح باستعمال أمثل للنفقات العمومية. من جهة أخرى أرجو من السادة الولاة أن يحضروا أنفسهم من الحين للعمل على إحصاء، على إجراء الإحصاء الاقتصادي العام على مستوى ولاياتهم، وهذا طبعا إجراء قانوني كان يجب أن نعمل به منذ 2015 ولم يتم العمل به إلى الحين، وقد لاحظنا وجود عدة مشاريع وعدة إنجازات لم تدخل الخدمة إلى الحين، وبعض الطلبات التي تصلنا لسوء الحظ يعني تركز على إنجاز مشاريع مشابهة بالرغم من وجود مشاريع على مستوى الولايات المذكورة وهي لم تدخل الإنجاز. فوجب علينا أن نستعمل كل الهياكل المنجزة بصفة مثلى، ونمر إلى برمجة مشاريع إن كان هناك حاجة لهذه المشاريع.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود من جهته أكد أن هذا اللقاء الذي يأتي عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تكييف مخطط عمل الحكومة ومواصلة تحقيق التزامات رئيس الجمهورية. يأتي هذا اللقاء عقب مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه من قبل نواب وأعضاء غرفتي البرلمان، وهي السانحة التي تجمع أعضاء الحكومة برئاسة السيد الوزير الأول ووزير المالية مع السيدات والسادة الولاة وبمشاركة إطارات الأمة من مختلف الدوائر الوزارية بهدف تكييف مخطط عمل الحكومة ومواصلة تحقيق التزاماتكم 54. إننا وإذ نولي الاهتمام للشأن المحلي للتكفل بانشغالات المواطنين، فإننا نلتزم في ذلك بخطة يرسمها برنامج عمل الحكومة وتدعمها توجيهاتكم السديدة، إيماناً ويقيناً بوجوب العمل المنتظم والتنسيق بين جهود الوطنيين والمخلصين في نسق احترام الدستور وقوانين الجمهورية وما يندرج في هذا الإطار من تحديد للمسؤوليات. وفي هذا المقام أؤكد لكم السيد الرئيس على تجديد العزم والهمة لرفع التحديات ومواصلة العمل في كنف توجيهاتكم السديدة وتذليل كافة الصعوبات للارتقاء بخدمة المواطنين والوطن المفدى الجزائر. هذا ويأتي اللقاء الثالث للحكومة مع ولاة الجمهورية غداة مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة وعشية استحقاق يجدد المجالس المحلية. يأتي إذن للوقوف على أبرز معوقات التنمية المحلية المتوازنة وتشجيع المبادرة الاقتصادية ببعد مستدام من خلال 5 ورشات تفقد أشغالها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. الورشات خصصت لدراسة تكييف برامج التنمية المحلية بمقاربة تشاركية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وبحث طرق وآليات إعادة إنعاش الاستثمار وتوفير فرص عمل دائمة، بالإضافة إلى مناقشة تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية وفق مقاربة عقلانية اقتصادية وفعالة. المقاربة الجديدة هي مقاربة تشاركية، وهناك النظام الجديد الذي وضعناه بالنسبة لتسجيل المشاريع على المستوى المحلي أو الوطني يجب أن تخضع هذه المشاريع من هنا فصاعدا إلى معايير دقيقة ومعايير قاسية من حيث اختيار المشروع، من حيث جدوى المشروع، من حيث المقاربة التشاركية مع الساكنة. فيجب من هنا فصاعدا أن يكون للساكنة رأي طبعا في أولويات التي يجب أن نرتبها من خلال ترتيبنا للمشاريع، المشاريع التنموية على مستوى الولاية أو على مستوى البلدية. وحتى بالنسبة لتقييم هذه المشاريع يجب أن قبل أن نبدأ في الإنجاز يجب أن يكون هناك إنضاج هذا المشروع بصفة تامة. ولاة الجمهورية أكدوا من جهتهم الاستعداد الكامل للمشاركة في النهج التنموي المتجدد القائم على رفع القيود الإدارية المركزية والمحلية والخروج بمقترحات عملية عاجلة تضع المواطن في صلب أولوياتها. إنشاء منطقة صناعية أو منطقة نشاطات في كل بلدية، وهذا سوف نشرع فيه ابتداء من انتهاء من هذه الأشغال في القريب العاجل. والنقطة الثالثة هي إعداد قانون جديد للاستثمار. راح تكون يعني نظرة جديدة في الاقتصاد، خاصة في الاستثمار، وين المجالات، كل المجالات ستفتح وكل التسهيلات ستعطى لكل المستثمرين الوطنيين في الجزائر باش لخلق مناصب شغل لشباب. لابد في المستقبل يكون هناك انعاش اقتصادي وتكون هناك ديناميكية جديدة وتسريح ومتابعة جدية للتنمية المحلية على المستوى المحلي، وإن لاحظ السيد رئيس الجمهورية أن هناك عدة عمليات يعني ضعيفة على المستوى المحلي وعدة عمليات لم يتم الانتهاء منها، وإن أعطى يعني تعليمات صارمة وأعطى ديديلي يعطي أعطى مواعيد، وإن لابد يكون تكفل بهذه العمليات. هذا الشعار اليوم اللي يحمله اليوم هذا اللقاء اليوم طبعا هو في الإنعاش الاقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية.
الاجتماعية يدخل في هذا الإطار وإزالة الفوارق الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد. طبعا قطعنا شوط كبير في مناطق الظل لأن هناك كثير من المواطنين كانت أدنى ظروف المعيشة تفتقر فيها. التوازن الإقليمي احنا كولاية حدودية أولا تحديات اقتصادية، ثانيا نقص للمبادرة أو انعدامها. يعني السيد رئيس الجمهورية حاول باش يعطينا نفس جديد لكل هذه الأقاليم المختلفة سواء من الشمال إلى أقصى الجنوب. الآن التحدي الذي ينتظرنا جميعا على المدى القصير هو الآليات التي تمكننا من بعث الاقتصاد والاستثمار المحلي. إلى ملفية التعاون الآن، فممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شارك وزير الشؤون الخارجية والجلية بالخارج شارك في الحوار رفيع المستوى حول الطاقة، حيث استعرض رمطال عمامرة جهود الجزائر الدولية والجهوية من أجل توفير الطاقة للدول النامية، لا سيما برنامج الطاقة في إطار الشراكة الجديدة لتنمية القارة الإفريقية نيبات. سعى الجزائر منذ استقلالها إلى وضع سياسات اجتماعية واقتصادية شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الجزائريين، بما في ذلك الامداد بالطاقة بكافة أشكالها ولا سيما في المناطق النائية، أو ما هو برنامج عمل الحكومة الجزائرية يعين كمناطق رمادية. هذه الجهود التي يستمر بذلها في هذا المجال نتج عن معدل تغطية توصيل الطاقة حوالي 98% أو ما يعادل 45 مليون مستهلك. إن الجزائر التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة والموارد التقليدية وغير التقليدية عملت ولا زالت تعمل على تطوير البنية التحتية الأساسية في قطاع الطاقة، كما شرعت في تكييف إطارها القانوني لإعادة تأكيد مكانتها كشريك استراتيجي وموثوق في هذا المجال. الهدف من هذه الديناميكية هو تحقيق نقلة نوعية في التنمية وتنويع اقتصادها، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الدولي والإقليمي. وعلى هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر الملف الليبي النشاط الدبلوماسي المكثف لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. وفي لقائه مع نظيره الروسي جدد سيرجي لافروف الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى موسكو تكريسا للطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل مع دلال بوطبة. مشاركة فعالة للجزائر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات هامة مع مختلف شركائها عبر العالم كدولة فاعلة مؤثرة مع كل ما تعرفه العلاقات الدولية من تحولات. الملف الليبي في واجهة اهتمامات الجزائر، حيث جددت الجزائر تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، وهذا خلال اجتماع بادر بعقده رئيس المجلس الرئاسي الليبي لطرح رؤية تجسيد استحقاقات الطريق لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق. والجزائر تراهن دائما على العمل الإقليمي المشترك في لقاءات وزير الشؤون الخارجية بنظيره التونسي، وتسعى دائما إلى تغليب الحلول سلمية لاستتباب الأمن في كافة منطقة الساحل، وهو ما أكد عليه رمطال العمامرة خلال لقائه بوزير خارجية مالي. جلسة عمل جمعت أيضا وزير الشؤون الخارجية بنظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث سجل الطرفان بارتياح توافق الآراء بخصوص المواقف المطروحة والإرادة المشتركة لتكريس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بين أروقة الأمم المتحدة ركزت الجزائر على بعدها الإفريقي، حيث التقى وزير الشؤون الخارجية بالمبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان ووزيرة خارجية غانا التي تستعد لعضوية بشؤون الأمن، حيث استعرض الطرفان أهم قضايا السلم والأمن في إفريقيا عن أفاق تعزيز التشاور بين الجزائر والإكواس تحت رئاسة غانا، خاصة الأوضاع في مالي.
العمامرة جمعته أيضا مشاورات مع وزيرة خارجية كينيا، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لحفظ وحدة الصف الإفريقي. التعاون الاقتصادي حاضر أيضا في لقاء وزير الشؤون الخارجية بوزير خارجية كوبا، حيث يسعى البلدان إلى ضرورة ترقية العلاقات الاقتصادية. وفي لقائه مع وزير خارجية المكسيك تطرق الطرفان إلى أهم البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قضايا التعاون تم التطرق إليها أيضا في لقاء العمامرة مع وزير خارجية فنزويلا. أكد اليوم سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داوود خلال لقاء جمعه بعدد من ممثلي الجالية الوطنية بباريس، أكد أن السفارة تسعى دائما بإيجاد حلول مناسبة لمختلف انشغالات واهتمامات أبناء جاليتنا الوطنية. اللقاء شكل فرصة لاستذكار أحداث 17 أكتوبر 61. هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة لقاءات التي سنجريها مع أبناء الجالية بباريس. اللقاء يسبق الذكرى المأساوية لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي عاشها الجزائريون آنذاك، الذين خرجوا للتظاهر سلميا وقوبلوا بالدم. هذه فرصة بالنسبة لي للتعرف أكثر على الحركة الجمعوية الجالية الجزائرية بباريس، وللحديث عن كل الانشغالات التي تهمهم ومحاولة إيجاد الحلول المقترحة مع بعض. تحسبا لانتخابات المجالس المحلية المقبلة المعولة في تشكيل النواة القوية للإقلاع التنموي، يحاول الراغبون في الترشح بولاية تمنراست استمالة الناخبين بأفكارهم ومختلف برامجهم. المراسلة لنسيم يعقوبي. هم شباب جامعيون بولاية تمنراست قرروا دخول غمار المحليات المقبلة. البداية من جمع التوقيعات، جولات في الأسواق والشوارع من أجل الظفر بثقة المواطنين. مقتنعين بهم، إن شاء الله نكونوا يد في اليد وإن شاء الله يكونوا فيها الخير على البلاد. نعرفهم باللي ناس تاع ميدان وشباب وطموحين، طموحاتهم هي اللي تخدم البلاد إن شاء الله. وقت لهم قنعوني على الانتخابات وعطاوني البرنامج نتاعهم مليح وقنعت ووقعت معهم ان شاء الله. احنا بدا بنا بالنسبه للانتخابات هذه المحليه البلديه، يعني المترشحين يكونوا في المستوى يعني من الحدث ويكونوا في الاحسن. برامج تنمويه تعرض على المواطنين، خطابات سياسيه وتحسيس بضروره الذهاب الى صناديق الاقتراع من المناهج التي يتخذها هؤلاء من أجل استمالة المواطنين. وقعنا لهم هذه الاستمارات لأن شفناهم باللي يعني أعطينا فيهم الثقة وراهم أهل لهذا المنصب. أهل واغ وصلنا لغد المترشحين وين مترشحين وين الفوطن. نسينا مرة سندغتي سيدة هنا رجل الفوطن وين إن شاء الله الليلة سندغ الفوطن ويغدق لنا إن شاء الله. نسينا مرة سنهلا تمكنا من توقيع العدد الكافي من الاستمارات والحمد لله، واليوم رانا كلنا عزم الله باش نخوض وغمار هذه المحليات من اجل احداث هذا النقله في التغيير اللي ينشدها كل مواطن جزائري في ولايه تمنراست. نزلنا بخطاب واقع، خطاب يمس المشاكل المعاشه للمواطن. برنامج اللي درناه برنامج وفي برنامج واقعي، حاولنا نكون واقعيين. سباق ضد الزمن للحصول على أكبر قدر ممكن من التوقيعات قبل السابع من شهر أكتوبر القادم، وهو الرهان الواجب قطعه لولوج المحترك الانتخابي. من الخطاب الواقعي إلى واقع الاستثمار، فتشجيعا لمبادرات الاستثمارية للمستثمرين الشباب في مختلف القطاعات، توجه جديد تنهجه الدولة بهدف تحقيق التوازن التنموي الإقليمي. من تجرت فاطمة الزهراء بن عرفة. نتائج مشجعة ومؤشرات اقتصادية إيجابية تحققها ولاية توجرت لتوفرها على نسيج صناعي بمختلف التوجهات.
599 مشروعا استثماريا لشباب رفعوا رهان الاستثمار بهذه الولاية، أسهمت بشكل كبير في دفع الحركة التنموية ضمن خارطة وطنية تهدف إلى الإنعاش الاقتصادي. مصنع الأزر حديث النشأة، يعني استفدنا فيه في إطار الاستثمار بالنسبة للتسويق المنتوج، يسوق محليا وبعض الولايات المجاورة. شركة متخصصة في صناعة الخزف الحائطي ذات قدرة إنتاجية تقدر ب4000 متر يوميا ولديها عدد معتبر من العمال. وبالنسبة للتصدير عندنا مشروع تصدير لمدينة، خدمنا تصدير تونس شقيقة، خدمنا مع الفوازان مالي والنيجر، واليوم إن شاء الله رانا مع مارشي كبير مع بوركينا فاسو. نجاح الاستثمار بولاية توغورت بعد ترقيتها إلى ولاية بكامل الصلاحيات يندرج ضمن سياق جهود الدولة في تطوير الاستثمار المستحدث للثروة واليد العاملة، وذلك بفضل رفع كل القيود الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين وتوفير العقار الصناعي. لقينا تسهيلات من كل الأطراف، هذا ما شجعنا باش نكملوا احنا نخدموا في المشروع هذا، وندعو كل المستثمرين خاصة الشباب يعني يلقوا انهم رايحين يلقوا كل التسهيلات. تم اعتماد حوالي 599 مشروع استثماري في إطار اللجنة الولائية للاستثمار، منها ما هو قيد الإنجاز أو في طور الإنجاز ويقدر حوالي ب 248 مشروع في طور الإنجاز، دخل لحد الآن حيز خدمة تقريبا 52 مشروع استثماري. توغورت ولاية نموذجية للاستثمار الناجح والبديل بجنوب البلاد. في الانشغال التنموي استفاد ساكنة المناطق النائية والبعيدة بولاية غليزان من منشآت حية جوارية هامة تدخل الخدمة مباشرة بعد تجهيزها بكافة الوسائل الضرورية وتسليمها في الأجل المحددة، تقول نوال بنطوبة. بهدف تقريب الخدمات الصحية الجوارية من المواطن سيما بالمناطق النائية والبعيدة بولاية غليزان، تدعم القطاع بست عيادات متعددة الخدمات، نسبة الأشغال بها متقدمة. مشروع كيداروه راه الناس راه يتقارع له، الناس يتقارع بها، ما تضليش ديبلاسي وتضلي هذه العيادة هذه زيادة في المجتمع اللي راه هنايا. ماذا بينا احنا تكون عندنا هنايا مراكز صحية هنايا نداوي فيها المرضى تاعنا، كاينهم بعد يسكنوا في الدواوير بزاف هنايا وما يقدرش ديبلاسي باش يلحق هنايا. منشآت صحية هي في طور التجهيز بكافة الوسائل الضرورية لتقديم خدمة صحية ذات نوعية لساكنة هذه المناطق. بعض الأحياء السكنية يعني المنتشرة عبر تراب الولاية، المواطنين تاعها يعني صبحوا عندهم صعوبة تقول يعني من أجل تلقي العلاج، لذا أرثأت الوصاية بإنشاء هذه العيادات لضمان التغطية العادلة للمواطني الولاية. القطاع أيضا تعزز بالمعهد الوطني للشبه الطبي بسعة 400 مقعد بالزوجية ومختلف المرافق الضرورية. هذا المكسب الهام للمنطقة ينتظر التدشين من طرف السلطات الوصية. عقدت اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا اجتماعا تم خلاله مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالنشاط المسجدي في ظل تحسن وضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، واستحضارا للدور الكبير الذي أسهم به المسجد في مواجهة الجائحة والاحترام الكبير للإجراءات الوقائية. الاجتماع خلص إلى العودة التدريجية لدروس الجمعة، وذلك باستغلال وجود المصلين بالمسجد قبل خطبة الجمعة، ويمكن للسادة الأئمة أن يعودوا إلى الدروس المسجدية القصيرة التي تلقى قبيل صلاة العشاء، وذلك يومي الاثنين والخميس، مع الالتزام بالقواعد الصحية على أن يحرص الأئمة والخطباء من خلال دروس الجمعة على توجيه أفراد المجتمع إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. لذلك تعاد المصاحف إلى رفوفها ليتمكن المصلون من قراءة القرآن الكريم أثناء وجودهم في المسجد، وتستقبل الأطفال المميزين لأداء الصلوات والالتحاق بحلقات تعليم القرآن، ويستأنف العمل والتعليم في المدارس القرآنية ومعاهد تكوين الأئمة على غرار المؤسسات التعليمية المختلفة. كما تقررت مواصلة حملة التلقيح لصالح الأئمة والمرشدات وأساتذة والقيمين وسائر موظفي المساجد وقطاع الشؤون الدينية.
إلى تطورات الوضعية الوبائية الآن، حيث تم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تم 105 مرضى للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. في الحالة الحزبية كذا بتجمع أمل الجزائر تاج فاطمة الزهراء زرواتي مشاركة حزبها في الانتخابات المحلية المقبلة قصد الإسهام في تنمية البلاد وبناء دولة المؤسسات وتمثيل المواطن على المستوى المحلي. حزب تجمع أمل الجزائر تاج سيدخل هذه المنافسة وهو متفتح على إدماج وانخراط كل فعاليات المجتمع. نحن حزب جامع لكل الجزائريين، نريد أن نخدم هذا المواطن من خلال اختيار الأحسن ومن خلال اختيار الرجال والنساء الأكفاء. ونختم النشرة من ارتفاع يفوق 2000 متر، هضبة أسكريم بتمن رست، قبلة سياحية يقصدها الزوار للاستمتاع بمناظرها الساحرة واستكشاف صخورها المنقوشة التي تروي حقبة ما قبل التاريخ. نسيمة يعقوبي دليلتنا عبر ممرات الأسكريم في هذا الروبورتاج. رحلة قد ساعتين أو أكثر وأنت تشد الرحالة لقمة الآيس كريم، 80 كيلومتر هي المسافة التي ستقطعها، ومن خلالها ستكتشف صحراء مفعمة بالزخم الحضارية والمعالم الطبيعية. تستوقفك هذه المحطة الهامة رسومات ونقوشات صخرية تعود لزمن ما قبل التاريخ، لتجد نفسك أمام أفلال هذه المنطقة الرطبة والمصنفة ضمن اتفاقية رامسار. اللي طالع على سكرم لازم يدير محطة نتاعه هنايا في أفلال، كان اللي يدير وجد الغداء نتاعه هنايا، كان اللي لازم يدير رشفة نتاع الشاي هنايا. وعبر هذه المسالك ستصل إلى أجمل وأروع متحف طبيعي على الهواء الطلق. السكرم هذا تاني امتاز بالبرودة نتاعه، كما كي الصيف كي الشتاء هنايا راهو الحال درجة الحرارة هنايا ديما راهي معتدلة. وفي السكرم هنا تبان لك كاع القيمة نتاع الجبال هنا، كما راك تشوف من ورانا هنايا تيزوياك، كاين هنا تهلف طهات، كاين إيلامان، وكاين أوكنت. رحلة شاقة إلى أنها تستحق العناء، عناء يزول بمجرد أن تقع عيناك على هذه التحفة الطبيعية، مناظر لن تجدها إلا في قمة الآيس كريم. في الختام مشاهدينا بقي أن نذكر بأبرز ما جاء في النشر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد أهمية التقييم والتقويم والاستشراف لتحديد المسؤوليات وتدارك النقائص التنموية، مشددا ضرورة إعادة تنظيم التنمية في بعض ولايات الوطن تحقيقا للتوازن التنموي الإقليمي. لدى إشراف اللقاء الثالث الحكومة والولايات. رئيس الجمهورية يؤكد الارتفاع المتواصل لقيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات، وأن الجزائر قوة ضاربة معترف بها في تحقيق السلم والتوازنات الإقليمية، كاشفا عن الشروع في تسديد منحة البطالة في ميزانية 2022. ممثلا لرئيس الجمهورية العمامرة يشارك في الحوار رفيع المستوى حول الطاقة بنيويورك، ويؤكد جهود الجزائر الدولية والجهوية من أجل توفير الطاقة للدول النامية. وفي اجتماع وزاري حول ليبيا تجديد لتضامن الجزائر الثابت مع الشقيقة الجارة. توجه جديد في التسيير المحلي بولاية تجرت يثمر استثمارات مدرة للثروة، والمناطق النائية والمعزولة بغليزان تستفيد من منشآت صحية جوارية هامة.
مشاهدينا نلقاكم بعد الجينيريك.